لمناقشة دور إيران في العراق معنا هاتفيا من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم دكتور جاسم. بداية نبدأ من ما نشرته مجلة أتلانتيك الأمريكية التي ذكرت أن إيران تسعى لتثبيت أقدامها في العراق سياسيا وعقائديا. إلى أي مدى مهد الاحتلال الأمريكي الطريق أمام نفوذ إيران في العراق؟ نعم، شكرا لكم. لا أظن أن هذه الصحيفة الأمريكية قد جاءت بشيء جديد. إيران متوغلة في الشأن العراقي سياسيا واقتصاديا وعقائديا منذ مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي وحتى اليوم، وبالتالي القضية ربما هنالك اتفاق مسبق بين الولايات المتحدة وطهران، وهذا ما أعلن عنه وزير الاستخبارات الإيراني صراحة، قال إنه لولا إيران لما تمكنت الولايات المتحدة من احتلال العراق وأفغانستان، وبالتالي هنالك تفاهمات مسبقة قبل مرحلة ما الاحتلال الأمريكي للعراق بين طهران وواشنطن، وأعتقد أن الأمر يتم منذ تلك السنوات وحتى اليوم بتفاهم واضح بين الولايات المتحدة وطهران، وعليه لا أرى هنالك أي جديد ذكرته المجلة البريطانية. ولكن دكتور جاسم، في الآونة الأخيرة هناك تصريحات متبادلة يعني اشتدت في الآونة الأخيرة بين الجانبين وسط ما يحدث. هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتحركاتها وتصريحاتها جادة للتقليل من نفوذ إيران كما تزعم؟ لا أعتقد أن هنالك جدية أمريكية في هذا الأمر. قبل عدة أشهر انتظر المجتمع الدولي قرارا أمريكيا متوقعا ضد إيران، والبيت الأبيض لم يعلن أي شيء وترك الأمر للمستقبل، بينما رأينا أن الرئيس الأمريكي وقع جهارا أمام الملأ وفي تحدي واضح ل دول العالم الإسلامي لأكثر من مليار وربع مسلم بقرار الولايات المتحدة بنقل سفارة أمريكا إلى القدس الشريف. إذن القضية قضية قرار أمريكي واضح بعدم التناحر الأمريكي الإيراني، وعليه القضية كما ذكرت في البداية هي قضية تفاهمات بين واشنطن وطهران. زعيم ميليشيا بدر هادي العاملي قال إن أعلام السلطة يروج لنصر زائف على داعش بحسب وصفه الذي ما زال حاضرا في العراق. كيف نفهم هذا التناقض ولا سيما أن تحالف العاملي الانتخابي مسماه النصر؟ هو ليس تناقض وإنما هو تناحر انتخابي. معلوم أن رئيس الحكومة تابع لحزب الدعوة، وقبل أيام ذكرت بعض التسريبات الإعلامية أن هنالك تحالفا مرتقبا بين قائمة النصر وقائمة دولة قانون بزعامة نوري المالكي في مرحلة ما بعد الانتخابات. ربما هذا الكلام كلام العامري هو نوع من التناحر الانتخابي بين الكتل المتناحرة في البيت الوطني الشيعي، وعليه أعتقد أن القضية قضية مناحرات وليس سياسية وليست قضية تناقضات. الولايات المتحدة أيضا حذرت العراق من تبعات شراء منظومة S-400 الروسية، كيف تقرأ هذا التصريح؟ معلوم هنالك اليوم تناحر أو تفاهم لم يظهر حتى الآن بشكل واضح بين الولايات المتحدة وروسيا في المشهد السوري. في البداية كان هنالك قتال بالنيابة بين الدولتين الكبريين في سوريا، واليوم ربما نحن أمام تناحر واضح بينهما في سوريا، وربما هذا الأمر يدخل ضمن هذا السياق. وأعتقد أنه سواء تمت هذه الصفقة أم لم تتم، القضية ربما لا تؤثر على مجمل العلاقات بين بغداد وواشنطن. أرى أن واشنطن ما زالت حتى الآن تأمل شيئا من حكومة المنطقة الخضراء، وبالتالي أعتقد أن القضية لن تؤثر على مجريات العلاقات، ربما
تؤثر إلى أزمة بسيطة بينهما، ولا أعتقد أنها ستقود إلى أزمة كبيرة بين بغداد والولايات المتحدة حتى لو تمت هذه الصفقة مع روسيا. أخيرا دكتور جاسم، في سياق الصراع الانتخابي، وكالة أسوشيت بريس الأمريكية ذكرت أن إيران وراء انفراط عقد التحالف الانتخابي بين العبادي وميليشيات الحشد. ما هدف إيران من وراء تفكك تحالف أدواتها في العراق؟ أنا أعتقد أن هذه القضية قضية يعني ربما تريد منها إيران إيهام الآخرين أن هنالك، وهذا طبعا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أن هنالك ديمقراطية في العراق. سترى أنهم بعد الانتخابات سيتحالفون جميعا وسيعود البيت الشيعي كما كان في المرحلة الماضية، وجميع هذه المناحرات والمواجهات الانتخابية ستمحى في مرحلة ما بعد الانتخابات، وأعتقد أن الأيام هي التي ستثبت حقيقة هذا الكلام. دكتور جاسم الشمري من اسطنبول هاتفيا، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.